فضل العالم على الجاهل هذا لا يخفى، ولو استمر الإنسان بتعداد الفضل لمضى الوقت الكثير، وإنما يكفي أنه أن فضل أن ما جاء بأن العالم أفضل بأن العالم يفضل كثير من العباد، فقد يفضل على 1000 عابد. فكيفما إذا كان جاهل، فإن الجهل يحكم صاحبه ولا يعرف ماذا يطلب منه، ولا يعرف الفرق بين حلال وحرام، ولا يعرف بين الفرق بين ما ينفع وما يضر. ويكفينا وصف الله سبحانه وتعالى للجاهل بقوله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فوصف الله للعالم بالحياة ووصف الجاهل بالميت يكفي هذا في الحقيقة تنويها بشأن العلم وذما للجهل. ويصور الشاعر هذا المعنى بقوله: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور. وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا للعالم الذي انتفع بعلمه ونفع الله به بالأرض الخصبة الطيبة التي ينزل عليها المطر فتنبت الكلى فتنفع فينتفع صاحبها وينتفع منها الناس، بخلاف الأرض الصبخة التي تبلع الماء ولا تمسكه فينتفع به أحد، فما بالك بالجاهل الذي لم يرد على قلبه علم أصلا. فمسألة الجهل ومسألة العلم أمرها عظيم يجب التعريف عليه، لكن الذي يريد أن ننبه عليه وأؤكد عليه الإخوة السامعين أن المراد بالعلم العلم النافع الذي يصحبه العمل. أما وأن يعلم والعمل مجانبه فهذا لا ينفع، لأنه لم ينفع المنافقين الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.